والسلام على رسول الله. البنات مرحبا بكم في قناة أم محمد آمين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم كاع مزيانة؟ كلشي بخير؟ كي دوز دو رمضان؟ سيدنا رمضان مشى صافي، إوا دابا في التحضيرات ديال العيد إن شاء الله. اليوم غادي ندير معكم واحد الكيكة زوينة رائعة في المذاق، كتجي طالعة منفوخة وبمقادير اقتصادية وموجودة في كل دار. المقادير غادي نحتاجو: عندي هنا جوج بيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، معلقة ديال الحامض، تكون معلقة كبيرة عامرة ديال الحامض. هنايا عندي قشور حامضة محكوكة نص، انا درت غير نص ماشي مشكل، اللي بغى ينسم بها ينسم، اللي ما بغاش ماشي مشكل. عندي هنايا جوج كيسان ونص، جوج كيسان ونص، جوج كيسان ونص ديال الدقيق، جوج حمارات حمرين. وهنايا في الكاس ديال المولينيكس عندي هنايا قبيصه ديال الملحه وفانيا وحده، قبيصه ديال الملحه وفانيا. اللي بغى يدير يديرها، اللي ما بغاش يكتفي غير بالحامض ماشي مشكل. وبالنسبه للحامض اللي ما عندهاش الحامض يمكن تعوضوا بمعلقه كبيره ديال الخل. ودابا غادي نبداو على بركه الله. في الكاس ديال المولينيكس ياك درنا قبيصة ديال الملحة وفانيا، غادي ندير جوج بيضات، نضيفو ليها كاس ديال الزيت، وغادي نضيفو كاس ديال السنيدة والكاس ديال الحليب، وهنايا غادي نخلطو هاد الخليط مزيان مزيان تيتجانس مع بعضياتو تيولي مخليط. المهم كيكون مخلط مزيان مزيان، تكذب لينا ديك السنيده وتخلط لينا كل شيء. الخليط ديالنا ملي خلطناه مزيان ولا على هاد الشكل، خلطو مزيان مزيان. ديك الساعة غادي نجيبو داك البول ديالنا، نخويو على داك القشور ديال الحامض، صدقوني كتجي رائعة مع داك المذاق ديال الحامض، كتجي زوينه. دابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، طبعا دقيق مغربل ديجا مغربلاه، ونضيفو شويه بشويه ونشوفو الخليط ديالنا واش كيما بغينا القوام ديالو. ديك الساعه خاصنا نزيدوه. كتهز ليا جوج كيسان ونص ديما. دابا غادي نضيف الخميره، الخميره ديما نغربلوها، تكون فيها دوك الحبيبات احسن نغربلوها. شي ما كيبقى دابا نخلط كلشي مزيان. كتجي زوينه في المذاق وكتجي طالعه تبارك الله، وغير بجوج بيضات اقتصاديه جدا جدا جدا. شنو القوام ديالها كيفاش كيجي؟ القوام ديالها كيجي بحال هكا. ودابا اخر مرحله غادي نضيفو الحامض. ملي ضفنا الحامض حركناه مزيان بحال هكا، حركوها مزيان، دائما نحركو الكيكه في نفس الاتجاه، مابقاوش نخلطو ديما في نفس الاتجاه، الا بغينا النتيجه تكون زوينه تكون مزيانه. المهم ها هو القوام ديالك كيفاش داير. دابا انا عندي المول
دهناه بالزبده ورشه بالدقيق. ولا بغينا نكبوا الكيكه دائما نطلعوا الفوق ونكبوا هكذا، ماشي نكبوها نيشان حداها، لا نطلعوا سميتو الفوق ونكبوا الكيكه ديالنا. وديك الساعات غادي نطلعها للفران باش تطيب. الفران كيكون بارد، انا حتى كنحط الكيكه ديالي عاد كنشعل الفران، ويكون ناقص بزاف، نحسب عليها نص ساعه كطيب، نص ساعه كنقصوا عليه بزاف. المهم طيب ديال الكيكه راه كل كيعرف كيفاش كيطيب الكيكه ديالو. كنديروها نص ساعه كتلقايها محمره من جميع الجوانب، من الفوق من التحت، ما كنضطر انني نشعل عليها من الفوق مزال. المهم كتكون طايبه ما شاء الله. ها هي ديال الكيكه ديالي. المهم دابا غادي ندخلها الفران، وكما قلت لكم الفران ما يكونش شاعل من قبل، وان شاء الله اللي جربتها غادي تصدق معها وغادي تولي هذه هي المعتمدة عندها ان شاء الله، وراه كتنجح من المره الاولى. ونتمنوا انكم تجربوها، وملي غادي طيب غادي نوريكم كيفاش جات الشكل النهائي ان شاء الله. هانتوما البنات، ها هي الكيكه ديالنا كيفاش جات، ها هي الشكل النهائي ديالها، وكيبقى الزواق على حسب الرغبه ديال كل وحده. المهم انا دهنتها بالكوفيتير ورشيت عليها شويه ديال الكوك، وراه كتجي تبارك الله طالعه وحجم عائلي، وكتصدق في اول تجربه، من اول تجربه تصدق. شوف كيفاش قداش، نتمنى انكم تعجبوها، نتمنى انكم تعجبوها، نتمنى انكم انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وتردوا علينا الخبر في التعليق الزوينه ديالكم. وراه لطيفه ام محمد امين مستعده انها تجاوبكم كاملين، وما تنسوش انكم تدعموها. شكرا.